استعمل التلفون استعمال طيب. هذا والله هذا هو الصديق الممكن أن يكون من أوفى الأصدقاء إليك وممكن أن يدخلك إلى نار جهنم. هذا التلفون. الآن أنا أعرف كثير من الطيبين المؤمنين الشباب هذا الصديق الحميم الذي يوقظه لصلاة الفجر، يذكره بالصلاة، يذكره بتعقيبات الصلاة، يريد يقرأ تعقيبات الصلاة، يطلع تلفونه يقرأ تعقيبات صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة المغرب. يريد يقرأ قرآن يطلع تلفونه يقرأ قرآن. يريد مسألة شرعية يروح على فتاوى المراجع يطلع المسألة الشرعية. يريد يدور على حكم شرعي، حكم فكري، مسألة، يستعمل التلفون. وبعض الناس لا، هاي وين وهو وين.